سلامتك والشر طار، هذا لك من الله اختبار. بسم الله ويجعل فيكم الزكاة والبركة إن شاء الله، وفي الهاشمين إن شاء الله يا ربي يحفظه ويستره. كيما راه وقف مع المرضى كلها تبارك الله، الصلاة على النبي على خدمته. أنا كنت بحال الضو يضرب لي في ركابية، ومشيت للطبيب تاع العظام، داني ولدي ومشيت، شحال وحنا بالدور وفوت للراديو وداك الشيء. أنا عاد كرمات الكواغط، الركبة بعيدة على سما هنا عندنا كله هكذا، بحال يكون سامي وكل هكذا تفرق. إيوا مش قال لك واش تبغي تندير لك، هو تفرق وغادي نعطيك شي باري ستة تاع لي باري وانا نضرب فيهم. مشي للطبيبة غير من تما حدانا تجينا يا يعني للدار، وانا ما نتمشيهاش. وضرب لي ليبرا الاولى الزوجة، واحد البوماد عطاهاني ندهنها في الدار. ايوا غير كملوا دوك لي باري غير شي حاجة، وكان بعد داك السم الكتير كملوا لي باري ولا الوجيع. ولا داني ولدي قال له ودي هايا ولا الوجع. ايوا قال له اسم، ورانا واحد التصويرة بالميكا ونتاع الركابي بعدا، قال له الركبة بعدت على بعدها بعد، راه تما غير كيزوز ليطات. بعد ما باش كانوا يتقاسوا ما يوصلوش، ما عندي من نعدل لها. ها الكنينة، دوخ نهار نهار وانا نشرف الكنينة ندهن بالبومادة والو والو. إوا بقينا هكداك هكداك، وحدة جارتي لتحت عارفاني وهي تقول لي خالتي علاش مات حد صغيرة؟ أخالتي رجلها بعدا فرماسيان وداك الشيء، علاش ما ديريش هذا تاع الهاشمي؟ يا بنيتي والهاشمي راه وراوه لنا في الدار البيضاء وقال لك الدباز عليه، وانا فين؟ انا ما نعرف لا نركب ولا نمشي ولا خلقنا في الدار، رحنا في الدار ولدنا وليداتنا كبرناهم قريناهم تزوجوا، الخروج ما عنديش بعدا بزاف. ولكن شكون يمشي لي لتما وشكون؟ تلفت شهورة وهي تخرج، قول عاد صغيرة وتخرج وداك الشيء، وهي قالت لها خالتي راه الساتية متجيب الكارتونات نتاع الدواء. يا خالتي غير خلطوا ويجيبوهم بلا ما عارفين. لا قالت لي جيبوهم وانا نقدر نجيبها لك، غير نمشيو في تاكسي باش تخلصي باش قلت لا نخلص، واللي بغاو نعدله نعدله، انا المهم يسهر عليا هاد السموم اللي راه فيا. عدلنا هكاك، جبنا ديك الكارتونه اللي هي هكا نعاد هنا ما كاينش الكارتونه الاولى. انا بقيت نعدل ونشرب وداك الشيء، بناتي داك الشيء يفهموا، عروستي كاع يفهموا الكتبه ولا داك الشيء، وما حتى انايا والو ما نعقلش على داك الشيء. ها اللي تشربيه درك، اللي تشربيه هذا، اللي تدهني هذا. من الكاسيطه، هي نتاع الهاشمي ديريها. قلت لها نديرها كون نحسن، انا بعدا تعجبني القرايه تعجبني، وهو قرايته كاع اكثر. ابقيت كان كنت ما يجيني رقاد، ما تجيني قعاد، ما تجيني حتى شي حاجه، ونغيز نغيز يجيو الرقابه يرقبوا كيرا كيما كيرا كيراني غير كي البارح كي اليوم، ما عندي ما راني نجي غير نوقف شوي طال بلاصي انا مو سيدي، ما نقدش باش نولي مسداري ليها ونغيز نغيز هكا. لا دليتهم ما نقدش، خصني غير هكا هكا مسرحين. ايوا بدا فيا الراحه شويه، ياه هادي غير في الدهين الاول شويه ارتخفت عليا، وبقى يجيني الكباس. بنتي خيتي وليو يعاودوا لو كان هذا. قالت لي خالتي واه شحال ما بغيتي يعاودوا؟ قلت لها بنتي خيتي من بعد لي الراحه نعاود. ايوا فيها اللي المعاوده فيه هنايا الكارتون الجوجه،
ايوه هذيك جابوني، جات معايا عروستي، جينا في تاكسي ما لقيتش نتمشى. ايوه ثاني ماركات وخلصنا وداكشي، وقالت لي عطينا النمرة تاع التليفون، مين تجي راح نعيطوا لك تجي تجي تديها. جات غير هي داتها كاع، انا ما نجيتش، كنا مخلصين. ايوه هكاك بان لي فيها فرق كثير في الزوجه تاني. بنيتي قلت لها هذا الشيء راه اللي قال شيء راه غير حسب الله، راه فيه نفع وفيه الدواء وفيه كل شيء. بقيت ملي يجي شي حد يرقب عليا ولا نقولها له، يا ودي راكو غير تعيوا روحكم لا تمشيو للطبه. الطبه بعد هذا الشيء ما يفهمولوش. الروماتيز، ايوا قال لك الروماتيز، ايوا عطينا هذا دواء الروماتيز، راه والو وكلا حتى شي حاجه. الودنين يصوتوا، الكنينه نشرب، تا ثلاثه تاع الطبه، مول القلب ومول الدوخه ومول السكر، هادو ثلاثه ديما ديما راهم عندي دواهم في الطابله باش ما ننساش، قراعي الماء والكيسان. وما دار ما بان لي حتى شي حاجه، هذا دواهم بوحدو، هذا خصني دواهم، قلت لها بوحدو، هذاك الدواء راه بوحدو، راني غير نقرقبو الله يعلم. ايوا بقاو مخلوعين. قال لك واه كي تمشي هاني نتمشى، غير هي ما نخرجش انا ديما، مالو كان نقدر غير من تما حتى باستور تما في ذاك الدرب نخرج لديك التحتحه اللي راهم داروها. قالوا لي من الاحسن ما تبقاي الطبه بذاتهم، قالوا لي احسن ما تبقاي في الدار جالسه، وانا نبغي لا يكون معايا شي واحد واخا غير رافقني. وكنت نخاف لا نبقى نزلق ولا نطيح ولا ما كنتش كاع قابضه قد قد نخاف. ايوا من بعديها زدت الثالثه، واه زدت، قلت لها انا صبت الراحه قد ما راني نشربها راني مزيانه. زدت الثالثه واه جيت، جينا لهنايا ثاني وديناها كيما مالفين. ايوا من بعديها بقيتنا بعد ركابية نقصوا عليا بالمفيد بالمفيد ورجليا وكل شيء اللي كنت ما نقدش ندير هاك، نقد ندير هاك. وهيا درك حنا جينا نتمشاو من دار، جينا هنا على رجلي، جينا على رجلينا. فين توحشت الطريق اللي مولفة نتمشى معاها، والو منعنت من كل شيء، لا مخرج لا بناتي يجيو يدوني في الدار اللوطو نركب فم الدار. بعد اللي بقيت نقول لما مشيت عند وحده كنت في دار، انا كنت في دار ما قصه سيدي من ربي راني هكا خليوني هكذا. ايوا هذيك هي هاد الخطره احنا جينا هنايا. النعاس قتاني يتلف عليا، وانا النعاس راه خلايع فايتي لي واحد الدري مات لي بالكسيده عزري 22 عام، كي داير هادي راجلها بنتو ولد راهم مخليه راهم يقرا، جا هداك الدر وما فقناش بيه، وهو ما يخليكش كاع باش تهضر، يخدم في البوشطة وداك الشيء، خليكش كاع باش تهضر معاه ولا تقول له راك مريض ولا تروح للطبيب ولا والو، حتى حبس غير 10 ايام. بقاو يجيو يرقبو ويجيو يقولوا له علاش ما قلتلناش، ولما انا دابا انتو في رمضان. كي بغيت هاد العقل يبقى زدت تخلعت، انا ما كنتش بغيت بعدا كاع باش يموت، انا غير مرض كيبرا. ايوا بقاو دروك يخافوا عليا ولادي وبناتي، اي ولد بقى لي ولا بنيات مزوجين ما يبغيوش يقولوا لي، كنت تصرى شي حاجه يقولوا ماما ما تقولوا لهاش. بدات فايقه ما نرقدش، ويزيد يطير عليا الرقاد، ونبقى غير موسوسه. انا بغي بنادم تسمى يكون مهني بعدا، غير مهني هذاك هو الربح، ما عندنا حتى شي حاجه. اللهم لك الحمد حامدين وشاكرين يا رب. ايوا اللهم لك الحمد. هاد الخطا يقولوا لي بريطي، قلت لهم الحمد لله راني باريه.
اللهم لك الحمد. ايوه قولي لهم ما انت النيه عندك؟ قلت لهم النيه راه يربح يربح شحال ما قعد، انا النيه عندي حقا اللي يحكي لي واللي يقول لي وهذا الشيء تبعيني درك. يعني الحقيقه انا قلت لهم الا يقولوا الحقيقه راه حقيقه، كل شيء اللي يوصلوا فين وفين ما اكثر مني ماشي عتاخرني. يعني شفتهم كيفاش دايرين مساكن يوصلوا ما يتمحركوا ما يتمنوا ما هذا، وربي عطاهم وبراو الحمد لله. هذا الشيء في يد الله، ولكن كاين لها شي مي ربي اللي عطاه له هاد البركه، ماشي غير خلطوا الانسان ويقول راني نعدل، الا هو تاني على قرايتو وعلى حفظتو وعلى نيتو وعلى الخير ديالو اللي راه يديرو، راني نشوف كل شيء لا في المساكين ولا في كل ما هي، راني نشوف كل شيء. انا هذاك ما راني مقابله الحقيقه، ولا حقيقه راه حقيقه، واللهم لك الحمد يا رب. يخليه لوليداتو ويخليه لصحيحته ويخلي دوك الخدامه كلهم بنات ولاد ورجال اللي راهم قابلين هذا الشيء، يعطيهم صحيحتهم ويعطيهم ستر الله. راه ستر الله كاع فضلوا من كل شيء. ايوا هذا الشيء ولدي اللي بغيتو لكم، هذا الشيء اللهم لك الحمد، حامدينه وشكرينه، واللهم لك الحمد. واش كنت نوقف ولا نضرب الخطوه؟ نتمنى غير باش يتيمي اودي اش تيمي ما اشتغل لي الصلاه وداك الشيء، واخا ما واليوم الصلاه والوقت وقته الحمد لله. ايوا هذا ما كنا باغيين، ما باغينش اكثر من هذا الشيء. اللهم لك الحمد يا ربي، هو الله يعطيه نصر على نصر وستر على ستر، الهشيمي ان شاء الله يا ربي. راني من نشوف تصوره ونشوف نقول له استرك الله ونصرك الله، ما عنده الانسان فجه. راني نشوف هذو التوالي كيفاش دايرين ولا كيفاش، زعما الحقيقه الحقيقه. وانتم الله يحفظكم وينوركم ان شاء الله يا ربي، كما راكم تجريوا في هذا الشيء وفي هذا المرض وراهم الناس تبرع عليه، راه عندكم أجر كثير عند الله. اجعل ربي يحفظك دوم وسنين، يكسيك ثوب العافية من نقام. الحمد لك يا ربي يا حافظ الدين، الحمد لله قومتك بالسلامة. الحمد لك يا ربي يا حافظ الدين، الحمد لله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في فقرة صحتك تهمنا. أكيد أن هذه الفقرة هذه اللي من خلالها كنحاولوا أننا نتحدثوا لكم، يعني نقدموا لكم بعض النصائح اللي كتهم يعني بعض الأمراض اللي كيعانيوا منها، يعني الحالات اللي كترد علينا في الحلقات اللي كنبتوها لكم من حالات الشفاء اللي كتبت في برنامج ولا تيأسوا. مشاهدينا الكرام، اليوم غنتحدثوا على مرض مزمن اللي هو مرض الروماتيزم. هذا المرض اللي يعني اختلفت التعريفات ديالو، العلماء يعني بزاف اللي اختلفوا في التعريف ديالو، بين من اعتبر أن مرض الروماتيزم هو ارتكاس على مستوى المناعة، وبين ما اعتبروا يعني مرض مزمن أو من الأمراض المزمنة اللي كتصيب الجهاز المناعي ديال الإنسان اللي كيخلف عليه خلل على مستوى المناعة، بحيث أن الجهاز المناعي كيولي كيهاجم يعني بعضه البعض، اللي الشيء اللي كيولد عليه يعني آلام، وهذه الآلام اللي هي كتسبب مرض الروماتيزم. بالنسبة للمسببات مشاهدينا الكرام ديال مرض الروماتيزم، فالعلماء يعني اختلفوا في سرد يعني المسببات اللي كتسبب هذا المرض، غير أن الأغلب ديالهم يعني تحدث على انه يعني هو الام او التهاب على مستوى المفاصل، وحتى الخلايا المحيطه بالمفاصل ديال الانسان اللي كتكون مصابه بمرض الروماتيزم. بالنسبه للاعراض مشاهدينا الكرام ديال مرض الروماتيزم، فكنلقاو يعني فقدان الشهيه، ايضا يعني الاحساس بالعياء وبالحراره المفرطه، كنلقاو ايضا مشاهدينا الكرام يعني الضعف العام، وكنلقاو ايضا يعني خفقان القلب، حيث ان القلب
القلب يعني كيولي يخفق بواحد السرعه اللي هي كبيره بزاف، والالام يعني كما قلنا على مستوى المفاصل مشاهدينا الكرام. بالنسبه للوقايه يعني من هذا المرض، ف يعني المصابين بمرض الروماتيزم عندهم بزاف الحلول يديروها يعني من اجل التخفيف يعني من هذا المرض، يعني اللي قلت انه يعني العلماء صنفوه في خانه الامراض المزمنه. من بين هذه الحلول كنلقاو ممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه بانتظام مشاهدينا الكرام يعني من بين الامور اللي يجب ان الانسان يمارسها، خصوصا الناس اللي كيعانيوا من هذا المرض، مرض الروماتيزم، غير انه يعني ممارسه الرياضه يجب ان يكون مقترن بالحاله المرضيه، فالانسان ما يمكنش انه يكلف نفسه ويكلف الجسم ديالو فوق الطاقه ديالو. ممارسه الرياضه خصها تكون بشكل عقلاني، بشكل اللي من خلالها يعني الانسان كيساهم يعني في تحريك الذات ديالو، في التخفيف من الالام ومن المعاناه ديال مرض الروماتيزم. من بين العلاجات او الامور يعني التي ينصح بممارسها او باستعمالها بالنسبه للمصابين بمرض الروماتيزم، كنلقاو ايضا التجاء للطب البديل. الطب البديل مشاهدينا الكرام يعني هو يعني التخصص او هو البيت القصيد يعني ديال الحلقات ديالنا، وديال ايضا المكملات الغذائيه التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه، اللي من بينها زيوت واعشاب خاصه بهذا النوع من الامراض اللي هو مرض الروماتيزم. فكنلقاو يعني مثلا زيت المفاصل يعني اللي كيتستعمل او اللي كيتدهن يعني مشاهدينا الكرام على المناطق او على المفاصل اللي كتكون كتعاني من مرض الروماتيزم، واللي من خلالها مشاهدينا الكرام كيتم التداوي وكيتم التعافي. والحمد لله يعني عديد ديال الحالات مشاهدينا الكرام اللي سردناها لكم، اللي جات تحدث لنا في برنامج ولا تيأسوا يعني اللي تحدثت وتشافت يعني الحمد لله من هذا المرض اللي هو مرض الروماتيزم، يعني كما قلت بفضل يعني المكملات الغذائيه اللي كتنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه، واللي كتدخل كما قلت في اطار الطب البديل اللي كيكون يعني من بين العلاجات ومن بين الامور اللي يجب على المرضى ديال هذا المرض اللي هو الروماتيزم اتباعها والتداوي بها واقتفاء الاثر ديالها من اجل الوصول كما قلت للعلاج. اذا مشاهدينا الكرام ما بقى لي في اخر هذه الفقره غير نتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه وطوال ودوام العمر يا رب ان شاء الله. وما تنساوش مشاهدينا الكرام ان صحتكم تهمنا. الله يبعد علينا وعلى خوتنا اللي سلام كلها ولد الضرر. رحنا فرحانه، انا كنت فرحانه حتى بعباد الله من سمحوا كل شو ربي مساكن عطاكم. كان لي غير صغارات، كان لي غير صغار انا نشوفهم كل شيء، ومن يبقاو يحكيو هكاك انا نبقى نبكي. ويا ربي مساكن كيفاش كانوا دايرين، والحمد لله من بر الفرج وبر الفرح هذاك هو الربح. اي أيوة والله ملك الحمد يا ولدي، انا كاع داكشي اللي كان كلشي مشى الحمد لله، والو كلشي مشى اللهم لك الحمد. نعم ركبيه سهروا عليا، عظامي سهروا عليا، وبديت نتمشى وبديت ننعس. الناس غير هاد الخطره راني كنت انا هاد القرعه غادي نكملها، وليت غير بديت ناكل ونعدل بديت ننعس، كنت نسبح حتى طاح يا ربي. وشو الوقت مقبل الشتاء ما ننعس في النهار ما ننعس في الليل، ويبقى غير الشياطين. الشياطين الله يبعدهم علينا وعليكم اولادي كاع اللي سلام كلها. اي والله ملك الحمد، الله يخلي لها شيمي ويعطيه نصر على نصر، ويخليكم نتوما لا بنات ولا اولاد اللي راهم قابلين هذا الشيء، الله يعطيهم ستر الدنيا وستر الاخره. هذا الشيء ولدي اللي نطلب لكم، راكو تجريو غير الخير. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما لاحظتوا الحمد لله يعني سيدة خديجة تشافات كما قلت، وجات لعندنا وحكت لنا كيف كانت رحلة المعاناة مع المرض ورحلة الشفاء يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل أيضا المكملات الغذائية التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية. مشاهدينا الكرام إلى هنا غنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهار اليوم، ونبقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. الحمد لله قامتك بالسلام.